سؤال اليوم اكتبوا لنا بالكومنت 3 من النصايح اللي اعطينيكم اياها لحتى توفروا غاز، وما تنسوا كن تعملوا فولو لبيج نصيحه منيحه كامبوماتيك وفيلا سبوت وشير ولايك للفيديو. اما بالنسبه لنصيحتي اليوم رح نحكي انه كلنا بفتره شهر رمضان بنروح بنجيب حبوب بكميه لحتى نقدر نكون عم نستعملهم خلال الشهر. نحن كيف بدنا نوضبهم بطريقه انه ما يسوسوا؟ رح نخبركم. اليوم الملح كتير مهم انه نحن نحطه مع الرز مع العدس مع الفاصوليا، فينا نحطه رش وفينا نحطهم بقلب قماشه بقلب الوعاء، ومن المفضل انه يكون ازاز، وهيك بكون انا عم بحافظ على هيدي الحبوب لفتره اطول. اما بالنسبه للبرغل وللسكر فيني احط معهم عيدين قرفه وفيني احط معهم ورق غار. اما بالنسبه للطحين اللي هو اهم شغله وكتير اوقات بيسوس، ضروري انا لاقدر وضب الطحين اني بدي احط بقلبه ورق غار، ولما احطه بقلب العلبه الازاز اني خده مزبوط لحتى طلع منه الهواء، وهيك انا رح كون عم بحافظ على الطحين لفتره اطول. هذه كانت نصيحتنا بفتره رمضان عن كيف نحافظ على الحبوب، وانطرونا بكره بسؤال ونصيحه جديده.